وياكم حمد الحداد، شونكم؟ من الأشياء اللي ما جربتها السنة اللي راحت هي ساعة أبل ووتش ألترا، ما لحقت أنه أجربها، بس هذه السنة وصلت وويانا الجيل الجديد الووتش ألترا 2. وبالحقيقة حتى إذا دققت بينها وبين الجيل الأول وتمعنت وركزت زايد، فيمكن من المستحيل أنه تحس بأي تغيير بين الجيل الأول وبين الووتش ألترا 2 الجيل الثاني اللي بيدي حاليا. فهي نفسها نفس الهيكل التايتانيوم القوي المتين اللي راح احكي لكم عنه بعد شوية وشنو اللي صار وياي، نفس الحجم الضخم 49 ملم مع الشاشة الممتازة اللي متغطاية بالسفاير كريستال جلاس، قاوم الخدوش بشكل ممتاز، نفس مزايا مقاومة الماء والغبار والصدمات وكل مميزات المغامرين والمستكشفين والرياضيين، ساعة بالدرجة الاساس موجهة مثل ما تعرفون لتحمل اصعب الظروف، نفس الزر البرتقالي اللي تقدر انه تخصصه وتخليه يسوي امر معين، وبالنسبة لي حطيت الفلاش عليه اللي اشوفه افضل استخدام تقدر انه تستفاد منه بهواي وضعيات على الاقل يعني بالنسبة لي. نفس الظهر الخلفي اللي مصنوع من السيراميك، نفس حجم البطارية، نفس السبيكرات، نفس المايكات، وطبعا نفس اللون مثل ما هو واضح. حتى السعر نفس السعر، ما زيدت ابل السعر ولا غيرت السعر، نفس السعر بالووتش ألترا 2. وبالنسبة لي جبتها بسعر 876 دولار من ابل الستور اللي موجود بدبي، ما اعرف بيش راح توفر بالعراق، ان شاء الله اذا توفرت راح اكتب لكم الاسعار بالديسكريبشن بالاسفل. لان التوقعات كانت انه نشوف لون اسود بالجيل الثاني من الساعة، بس اراء ناس مثل ماركيز ام كي بي اتش دي تقول انه ما حطوا اللون الاسود لانه ممكن انه يتخدش ويتجرح بمرور الوقت، كون الساعة بالنهاية معرضة للصدمات اكثر على عكس الموبايلات اللي ينحط لها كفرات وتكون محمية اكثر، فبقوا هنا على لون التايتانيوم. ممكن نشوف لون جديد بالمستقبل، لكن الووتش ألترا 2 راح تكون بنفس اللون. وعلى طار التيتانيوم، فقلت لكم هذه اول مرة استخدم ساعة ابل ووتش ألترا، بس سابقا مستخدم الاجيال اللي راحت من ساعة ابل ووتش العادية. واكثر شغلة فرق فعلا اذا راح تجرب الألترا وما مجربها سابقا هو موضوع الخدوش والصدمات، حيث صار وياي اكثر من موقف مرعب بالايام اللي راحت، اكثر من مره الساعه انحكت بالحائط ومره انضربت بالدرج بطريقه طبعا لا اراديه، قلت تفلشت بس الحمد لله ما بيها شيء لحد الان، هالشيء دل طبعا على الماتيريال اللي موجوده وصلابه هذه الساعه، فالفروقات ما راح تبين بسهوله وكل شيء تقريبا نفس الشيء من ناحيه المظهر بين الووتش ألترا 1 والألترا 2، حتى العلبه اليوم من تفتح الغلاف الخارجي وما راح تلقى مكتوب عليها الرقم 2 مثلا، وحتى من تفتح العلبة من الداخل وتشوف العلبة الخاصة بالساعة مثلا راح تلقى نفس العلبة نفس المظهر، هذا الباكيت مال السوار وهذه هي العلبة، ما مكتوب ووتش ألترا 2 وماكو اي تفاصيل، بس اذا شوية دققت وقلبت العلبة على الظهر راح تشوف انه مكتوب الووتش ألترا 2 واخيرا موجود، راح تلقى انه انت عندك الجنريشن 2 من ساعة ابل ألترا. زين، كل شيء نفس الشيء، شنو اللي تغير لعد بالووتش ألترا 2؟ اللي تغير بالحقيقة خمس نقاط اساسية كلها غير ملحوظة. اولا واهم شيء هو معالج جديد الاس 9 سيب، ثانيا زيادة الذاكرة من 32 جيجا بايت هنا صار عندنا 64 جيجا بايت، النقطة الثالثة سطوع الشاشة صار هنا 3000 نتس، ورابعا اضافة الجيل الجديد والشريحة الجديدة من الالترا وايد باند، النقطة الخامسة والاخيرة ميزة الدبل تاب اللي راح تتوفر بوقت لاحق من هذه السنة. لان معالج الاس 9 الجديد مفروض انه يوفر اداء اعلى من الجيل السابق، ابل تقول انه الساعة مع تواجد سيري والشريحة الجديدة الاس 9 راح يقلل الاعتماد على الانترنت، يعني بعض الاوامر مع سيري مفروض انه ما يصفن مثل الاجيال السابقة من تجي وتتكلم وياه بحيث صار يقدر انه يجاوبك بدون انترنت على بعض الاسئلة والاجابات او الاوامر الجاهزة، بس راح تحتاج طبعا شبكة متسئلة على اشياء ومعلومات لازم يجيب الداتا مالتها من الانترنت. لكن حسب تجربتي بالايام اللي راحت هو فعلا سريع، اتذكر اخر مره جربته على السيريز 6 مثلا كان سيء جدا. فسطوع الشاشه 3000 نتس هنا، هذه اكثر شاشه سطوع بكل منتجات ابل تقريبا، شاشه راح تكون ساطعه تحت الشمس وبشكل واضح جدا، تجربه راح تكون مريحه للعين، وبالايام اللي راحت اثناء التجربه تحس بهذا الشيء وانت تسوق دراجة وانت مثلا طالع تتمرن بالخارج او حتى باي مكان تحتاج به سطوع شاشة عالي، هذه الشاشة
ممتازة جدا بهذا الجانب. أما بالنسبة للألترا وايد باند فراح يخليك إنه تلقى آيفونك بدقة متناهية، وكأنه الآيفون عبارة عن إير تاج بحيث تشوف الآيفون كم متر بعيد عنك من خلال السوفتوير اللي موجود بالساعة، وراح تدليك روح يسار تعال يمين إلى أن توصل إلى الآيفون بالضبط. صار الموضوع بتفاصيل ودقة أكثر بهواي من الأجيال السابقة بسبب الألترا وايد باند الشريحة الجديدة. هذا الشيء طبعا ما راح يشتغل بهذه الدقة إلا مع الآيفونات الجديدة، لأنه الآيفونات الجديدة تدعم النيو جينيريشن من الألترا وايد باند مثل ما موجود بالساعة هنا. فمن تجي وتضغط على ميزة العثور على الآيفون راح تبدي تحدد موقعه وبدون انترنت أصلا لمسافة تقريبا بين 50 إلى 60 متر، وتبدي الساعة تدليك بالضبط على المكان مثل ما موجود بسوفتوير الاير تاج بالضبط. الموضوع صار أكثر من مجرد أنه أنت تدري التليفون موجود بالغرفة الفلانية وتخليه يطلع صوت بس وتظل تبحث عنه، لا راح تروح مباشرة بدقة لمكان الآيفون. طبعا نسيت أقول لكم أنه واحدة من الأشياء اللي تغيرت مع الأبل ووتش ألترا 2 هو شكل الكيبل أو التكستشر اللي موجود هنا، بحيث صار عندنا كيبل بريدد من القماش أو النسيج بالضبط مثل ما موجود بالآيفونات الجديدة. من الأشياء اللي صارت أكثر دقة مع معالج الاس 9 الجديد هو موضوع الإملاء. نعرف أنه استخدام الأوامر الصوتية هو أساسي بساعة أبل حتى مع توفر الكيبورد باللغة الإنجليزية، إلا أنه مثلا واتساب من تجيك رسالة يا أما تستخدم الردود الجاهزة أو تحكي تتكلم للساعة وراح تحول كلامك إلى كتابة. فهذا الإملاء صار أدق هسة مع المعالج الجديد، قمت من تحكي يقدر أنه يكتب بسرعة وبدقة أكثر من السابق. بالنسبة للأساور الجديدة طبعا أبل ما تكون أبل إذا ما تنزل إكسسوارات وأساور جديدة مع ساعاتها، وكنت حاب السيارة اللي يجي بلون بيجي فاتح مع أزرق وبرتقالي يمكن، بس للأسف ما حصلته واختاريت هذا السيار. تقدر طبعا أنه تبدل وتستخدم أي سيار من الأساور السابقة لساعات أبل الثانية القديمة. بس تدرون أكثر شيء فرق وياي بالنسبة لشخص أول مرة يجرب ساعة أبل ألترا هو موضوع البطارية. شوفوا راح أراويكم تجربة عملية. مثلا آخر شحن إلي كان يوم الجمعة ساعة تقريبا 11:57 مثل ما تشوفون، واليوم جاي أصور وقت تصوير هذا الفيديو اليوم الأحد تقريبا الساعة هسه بال 11:05، والساعة بيها لحد الآن أكثر من 30% شحن، تقريبا 3 أيام ونص يمكن توصل حتى إلى 4 أيام بالاستخدام المتوسط. واحدة من أكبر مشاكل ساعات أبل انحلت ويا هذا الجيل، خصوصا مع الاس 9 اللي المفروض أنه ينطيك عمر بطارية أفضل ولو بشيء بسيط مقارنة بالجيل الأول. وأخيرا ميزة الدبل تاب اللي من خلالها راح تقدر أنه تتحكم بالساعة عن طريق النقر راح تتوفر بتحديث منفصل بوقت لاحق من هذا العام. صراحة ما جربتها لحد الآن، منتظرين أنه تتوفر على الساعة وممكن أنه نسوي عليها بوقت لاحق فيديو منفصل. فبس هذه تجربتي السريعة مع أبل ووتش ألترا 2 الجديدة. كتبوا لي رأيكم بالتعليقات بالأسفل عن هذه الساعة، أكيد راح تكتبون غالية وما أعرف شنو، بس أكيد أنه هذا المنتج ما موجه لكل الناس. تحياتي أخوكم محمد الحداد، في مال الله.